شريف ادريس ممثل. بس شريف بقى اللي قابلت جنزوري؟ والله ما انا انا عارف ان مش انت بس اذيع كده في بعض القنوات او انت فيه بالاخص بتقول ان انت قابلت الجنزوري وكده. انا بدايه الموضوع بس معايا ان انا في اصدقاء كتير جدا من حوالي كام شهر كده قالوا لي انت حزب شباب مصر او مش فاكر اسمه تحديدا ايه، وفي اعلانات متعلقه في شارع قصر العيني واعلانات كتير يعني. فقلت لهم يا جماعه مش انا، فقلت له طب انا عايز رقم الشخص ده عشان لو حتى في تشابه اسماء بيني وبينه يعني نشوف نحلها ازاي. فكلمته في التليفون، جبت رقم تليفونه، دخلت على صفحته على الفيسبوك وبعت لهم رساله وبعت لي رقم تليفونه وكلمته فعلا، واتكلم معايا بشكل محترم جدا الراجل وقال لي انا عارفك وبتاع. قلت له ماشي مفيش مشكله بس بعد اذنك يعني الناس بس بتتلخبط بينا، فيعني حط صورتك، حط اسمك، طلع اسمه الثلاثي يعني هو اسمه شريف محمد ادريس وانا برضو شريف محمد ادريس. قلت له طب حط اي اسم في النص، حط صورتك يعني اكتب ان انت المهندس مثلا لو انت بتشتغل whatever انت بتشتغل ايه يعني. طيب اوكي طب، وراح مديني ميعاد في وسط البلد عشان اقابله. قال لي انا عايز اقابلك واتعرف عليك. قلت له اوكي ما عنديش مشكله. فضلت مستنيه في وسط البلد، ما جاش والميعاد اتفشكل وخلاص وكبرت دماغي. طبعا لما حصلت الاحداث الاخيره في محمد محمود وكده يعني انا فيها والحمد انت من ضمن البلطجيه اللي فيهم يعني زي وزيك من البلطجيه اللي فيهم ومن ضمن بلطجيه يناير اللي كانوا بيقولوا علينا بلطجيه والكلام ده. فانا الموضوع بالنسبه لي زاد عن حده جدا، لان بعد التصريح الاخير انا فوجئت بمكالمه تليفون من والدي بيقول لي انت ايه الكلام اللي انت قلته في التلفزيون ده. فقلت له ما طلعتش ما اتكلمتش في التلفزيون، انا يعني انا في الميدان ممثل، سوريا في الميدان مواطن مش ممثل، يعني حتى ما بركزش. انا يمكن انا ثلاث مرات سجلت فيهم مع كاميرات. اول مره يوم تنحي مبارك سالوني تطلب ايه، قلت لهم انا مطلبي الوحيد اخلاق الميدان تتنقل بره وان الناس دي تفضل زي ما على الاخلاق اللي شفتها في ميدان التحرير 18 يوم ان الاخلاق دي تفضل موجوده. المره الثانيه كان حد برضو بيسالني عن كنا في اعتصام يوليو بسبب ضرب اهالي الشهداء لما حصل عند مسرح البالون، وقلت ان انا نازل في الميدان عشان اهالي الشهداء. والمره الثالثه حضرتك يعني ما انا اتشرف بذلك يا استاذ شريف بجد والله ربنا يخليك. هي الفكره والله انا مش بعمل دعايه لحاجه ولا بعمل دعايه، بس انا بكذب ان انا مش هذا الشخص لسبب واحد، ان انا اتشتمت وناس حاولت تتعدى عليا وده حقهم، مش هقول مش حقهم، لان انا لو شفته انا بجد انا هنفعل عليه جدا، لان سيبك من تشابه الاسماء اللي ببدنا، انا رافض تماما ان اي حد يتكلم باسم الناس المحترمه الموجوده في ميدان التحرير او عند مجلس الوزراء، لان الاثنين واحد والاثنين هدفهم واحد. وضد اي حد تاجر باسم الشهداء وباسم المصابين وباسم الناس اللي موجوده في ميدان التحرير على اساس ان هو ثورجي. يعني مش عارف اقول لك للاسف ولا ايه، ان هذا الشخص عرفت النهارده من اكتر من حد انا ما حدش شكر لي فيه. يعني قبل كده ما كنتش بسال عليه، كنت خلاص يا جماعه مش انا وخلاص، لكن لما يوصل الموضوع ان انا بتشتم والناس فاكره ان انا اطلع اقول تصريح زي ده وناس يعني مش تتعدى عليا، بس كان في انفعال وكان الموضوع ممكن يوصل. هم بيبصوا لك انت ثوري من صور 25 يناير، فكونهم وانت في معركه محمد محمود وانت معهم في اعتصام رئيس مجلس الوزراء ويعني يلاقوا حاجه زي كده فطبعا اعذرهم. انا مقدر شعورهم، مش زعلان من حد، ما انا مش زعلان حتى من الناس اللي هي شتمتني بشكل مباشر سواء في التليفون او لما شافوني. يا جماعه مش انا، وانا كدبت حتى على الفيسبوك عندي على الصفحه عندي، وبحاول يعني اقول للناس كلها يا جماعه مش انا لو مكانكم هعمل كده، بس يعني اقسم بالله مش انا. وهو ليه صفحته على الفيسبوك، حتى هو عامل جروب اسمه كلنا شريف ادريس. يعني انا لسه حتى كاتب، كنت عايز اطلع من على النت، لقيت جروب ليه اسمه كلنا شريف ادريس وتحتيه خبر انتقل الى رحمه الله تعالى شريف ادريس، طلع واحد مش عارف في اليمن حاجه كده. واضح ان الاسم ده، ما انت تخيل، عايز اقول لك على حاجه والله
انا ما كنتش متخيل ان في حد في الدنيا اسمه شريف ادريس غيري. اه والله بجد يعني ما كنتش متخيل ان في حد في الحياه اسمه شريف ادريس غيري. سبحان الله دلوقتي بقوا كتير جدا. النهارده ليله 12 يعني صباحين 13/12 تقول ايه الحكومه الجنزور اللي هي فرضت على الثوار او فرضت على علينا جميعا يعني، فماذا تقول له؟ انا مش هقول لحكومه الجنزوري، انا هوصل او نفسي اقول حاجه للمجلس العسكري اللي جاب حكومه الجنزوري، وبقولها له من كل قلبي. انت ضيعت على نفسك مجد يفوق مجد عبد الناصر، يفوق مجد السادات في حرب اكتوبر، يفوق مجد عظماء. انك كان بايدك ان انت في اليوم الذي تنحى فيه مبارك وكل الشعب المصري وكل ثوار ميدان التحرير كانوا يعني الانتماء الحقيقي للبلد دي، انت كان ممكن تحتوي الناس دي كلها، وكان ممكن تحل المشاكل دي كلها، وكان ممكن تعمل كل اللي الناس كانت عايزاه، بس انت صعبت الامور ودخلتنا في متاهات كتير جدا جدا جدا، واخدت فرصة 10 شهور من يناير لشهر احنا في نوفمبر سوري في ديسمبر 11 شهر ما عملتش فيهم اي حاجة، واثبت فشلك في ادارة الازمة. فانا ارجوك، ارجو المجلس العسكري، انا مواطن عادي جدا، لا راجل سياسي ولا راجل بدعي ان انا ليا فكر سياسي، ولا انا راجل مواطن مصري عايش في البلد دي طول عمره، ما خرجتش منها غير يعني سفريات شغل ورجعت. بنتمي ليها جدا، وبنتمي للناس اللي موجودة في الميدان وعند مجلس الوزراء، واي شخص مصري بيحب البلد دي بجد. ارجوك فكر لحظة واحدة بس بضمير ان انت تشوف الناس دي قاست قد ايه وتعبت قد ايه ومات ناس قد ايه، مش بس شهداء يناير ومش بس شهداء نوفمبر ويوليا، لا في ناس ماتت قبل كده كتير، سواء في حادثة قطر، سواء في حادثة طيارة، سواء في حادثة بني سويف ومسرح بني سويف اللي كان نكبة على الفن المصري، وكلها حوادث نكبات على مصر مش بس على الفن. يعني مش بتكلم على حادثة بني سويف تحديدا لانها كانت شوية انا مرتبط بيها لان اصدقائي توفوا هناك. يعني ارجو المجلس العسكري يفكر لحظة بس في ضمير في الشعب المصري، ويحكم ضميره ويحكم عقله، ويقول كفاية لحد كده، كفاية لحد كده بجد. مهزلة بتحصل ما بين احتكاكات ومناوشات وسياسة مكشوفة واتفاقات سرية، وكفاية كفاية يعني بجد، انتوا تعبتوا واحنا ما تعبناش ولا هنتعب، احنا مستمرين يعني. استاذ شريف، انت شايف اعتصام مجلس الوزراء، بقول لك احنا النهارده 13/12 صباحية 13/12، شايف الاعتصام الى اين؟ هل حقق يعني مطالبه ولا او هو وسيله ضغط؟ يعني شايف ايه بالظبط؟ شوف انا هقول لحضرتك على حاجه وبكل صراحه، ودي ممكن ناس تفهمها غلط، بس انا واثق ان الناس العاقله هتفهمني صح. انا في ميدان التحرير، اعتصام مجلس الوزراء ادى الفرصة ان ميدان التحرير يتفتح. احنا في 18 يوم كانت اول اسبوعين في الثورة ما بين يوم 28 بداية الاعتصام في ميدان التحرير وحتى موقعة الجمل، الاربع والخميس بتوع موقعة الجمل والجمعة تحديدا، كانت الاعداد برضو ما كانتش وصلت مليونيات قوي يعني، او كانت مليون وتاني يوم تقل كده، بس انت بس عملت ضغط بروح الميدان وبأخلاق الميدان، وصلت ان رعب الحزب الوطني او رعب النظام تصرف اهوج اسمه موقعة الجمل، لانك خوفتهم فتصرفوا تصرف زي ده، اداك قوة وشرعية ان انت تشيل حسني مبارك. جميل. فانا مش ضد اعتصام مجلس الوزراء، كل واحد حر في وجهة نظره. أنا شايف إن الاعتصام في ميدان التحرير، في الميدان، ولازم أشكل قوة في الميدان. بس للأسف وده الكلام بقى هو الاعتصام للأسف
ان الناس في ناس كتير جدا مش اللي موجودين هنا طبعا ولا اللي موجودين دلوقتي في التحرير بقوا بيتعاملوا مع الموضوع انه خناقة مع الداخلية، في الحقوا في الداخلية بتضرب، الداخلية نزلت فجأة تلاقي مصر كلها بتنزل. ده جميل مش وحش، بس الموضوع مش خناقة، احنا الموضوع فيه هدف عايزين نوصل له، والهدف ده محتاج ان نقف كلنا ايد واحدة كده زي ما وقفنا في 18 يوم ونضغط بقوة، واحنا ناس كتير معانا، يعني ناس كتير في الشعب المصري اللي قالك عليهم حزب الكنبة وبتاع، لا ناس كتير معانا، بدليل ان انت في اول يوم في محمد محمود كانت محافظات مصر كلها بتنضم لك. بس الموضوع مش خناقة مع الداخلية. انت ترى ان الاعتصام يجب ان يعني يقتصر على ميدان التحرير؟ مش يقتصر، يعني ما يبقاش العدد كله هنا، العدد يعني العدد ده لو كان في ميدان التحرير اليوم اللي اتفتح فيه الميدان ما كانش هيتفتح. جميل، في ناس بقى عشان بس هتلاقي اللي يقول لك اذا انت بتطالب ان الميدان يفضل مقفول انت عايز تعطل على الانتاج، عجله الانتاج، ومش عجله الانتاج بس، عشان نقطه عجله الانتاج دي مستفزاني شويه، معلش انا اسف انا بطول عليك، انا بتكلم براحتي بس يعني جوايا كلام كتير عايز اقوله بصراحه. الناس اللي بتقول عجله الانتاج، انا بس بسالكم، انتوا كنتوا كل يعني بتيجوا كل اول شهر بتقبضوا مرتباتكم من ميدان التحرير؟ يعني الناس اللي اتضرت من اصحاب المحلات في ميدان التحرير اللي قفلت سواء في يناير سواء في الفتره بتاعت نوفمبر او في اعتصام يوليو، الناس دي تعوضت بفلوس، ده اللي احنا قريناه في الجرايد ان الناس دي تصرف لها تعويضات من وزاره الماليه او مش عارف من تحديدا من يعني الوزاره المسؤوله ايه. جميل، طيب الناس اللي موجودة في المحافظات اللي بتطلع تتكلم عن تعطيل عجلة الانتاج، طيب انتوا ايه دخلكم بميدان التحرير؟ يعني ايه يعني انا نفسي افهم ايه ربط ميدان التحرير بعجلة الانتاج؟ عجلة الانتاج ان الداخلية تجيب 50,000 قنبلة غاز بملايين بملايين يتضربوا على ميدان التحرير ويقول لك عجلة الانتاج. فانا بصراحة يعني النقطة دي مستفزاني جدا، ومستفز برضو من حزب الكيبورد. يعني حزب الكيبورد ده طبعا كل واحد له ظروفه الحياتية والشخصية والاجتماعية، جميل على عيني وعلى راسي، ولكن ما يبقاش الموضوع ان انا قاعد على الفيسبوك 24 ساعة بكتب كومنتات وبشير فيديوهات وبشير صور وعمال اقول حرام والميدان والثورة و يعني انا ضد ده. يا سيدي اقعد، تعالى انزل الميدان، اقعد اعتصم وروح اخر اليوم بات في بيتكو، يعني انما ما تقعدش الموضوع بالنسبه لك هو كيبورد وفيسبوك، مش هي دي الثوره. حاجه مستفزاني كمان ان الناس كتير جدا بتطلع تتكلم باسم ميدان التحرير باسم الثوره، وحقيقي انا يعني شايف ان هم يعني باعوا القضية بجد، يعني مش عايز اذكر اسماء بعينها لان اقسم لك انا مش بحفظ اسماء، بس ما ينفعش واحد يطلع في التلفزيون ويقعد بيتكلم عن الثورة وبتاع، انت راجل معتصم ومتمسك بثورتك اقعد في الميدان، واللي عايز يجي يسجل معاك هيجي يسجل معاك، انما ما انت ما لقاكش في قناة واقفل الاقيك في قناة تانية، واقفل الاقيك في قناة تانية، واقفل الاقيك في قناة تالتة. جميل، اخر كلمه للناس اللي قالت على الناس اللي ماتت في ميدان التحرير واترمت في الزباله وبيدعوا ان هم دي فيديوهات متفبركه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. شكرا استاذ شريف ادريس الفنان المعتصم والذي لم يقابل الجنزول. والله ميرسي جدا ليكم بجد.